بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك زينة. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم شرح برنامج الأوتوكاد نسخة 2024، والنهاردة هتكلم عن أمرين من أوامر درو اللي هو الريكتانجل والبورجن. أول حاجة عندي الريكتانجل، أنا هاجي أرسم ريكتانجل، إما بدوس عليه من هنا أو إن أنا بكتب في القوم اللي تحت REC وأدوس إنتر. تمام، هاجي أرسم أول نقطة وبعدين أجي أحدد الطول 20، شايفين بالشكل ده كده. بعدين باجي اعمل العرض، انا هقول له تاب من الكيبورد علشان اقدر احدد العرض واكتبه، اقول له اعمله لي مثلا 10 وادوس انتر. لو جينا شفنا كده اهو، عشرين في 10. طيب لو انا قلت له REC تاني وعايزه اعمل للريكتانجل ده فيلت، هنشوف مع بعض ازاي. هاجي اقول له فيلت مثلا 2 وادوس انتر، واجي ارسم اول نقطه، شايفين عمل لي فيلت عند الزوايا اهو اهو، واختار اي رقم اهو. اهم حاجه ان انا عملت فيلت ليه 2 بالشكل ده كده. طيب هاجي اقول له REC تاني واقول له شامفر، واختار شنفر برضو هخليه هنا 2 وادوس انتر. تمام، واجي اهو شايفين عمل لي شنفر ريكتانجل، لو انا قلت له 25 وبعدين تاب وبعدين 15 وادوس انتر اهو. لو انا جيت خدت المقاس ده وخدت من النقطة دي كده للنقطة دي كده، عمله لي 2 زي ما انا قلت له، عمل لي ريكتانجل شنفر بالشكل ده كده. طيب هنيجي بعد كده REC وادوس انتر، وممكن في الحاله دي اعمل له ويتس سمك، برضو هقول له ويتس مثلا اعمله لي نص مثلا. تمام، واجي ارسم ريكتانجل اهو بالشكل ده كده، يبقى ده رسم الريكتانجل. طيب هنيجي بعد كده على البولوجن، عندي بولوجن اهو، او ان انا بكتب BOL اهي ظهرت لي، ده الاختصار بتاعها. هنا انتر نمبر اوف سايدز 4، ممكن ان انا اغيرها، يعني اخلي الاضلاع بتاعته 4 5 6 زي ما انا عايز، 8 اي حاجه. تمام، انا هقول له مثلا اعملها لي 6 وادوس انتر، واختار ايدج الاول، انا عندي سنتر وعندي ايدج، هختار ايدج الاول واجي ارسم زي ما احنا شايفين كده، وحدد الاضلاع بتاعته مثلا 20 وادوس انتر. لو انا جيت اهو 20 دي اضلاع. طيب هنيجي نعمل بوليجون سنتر، هاجي اقول له BOL واجي اخليه 6 زي ما هو، في الحاله دي انا هختار السنتر، هدوس في اي مكان هنا كده زي ما انا عايزه، وهنا بيقول لي بقى inscribed in circle داخل السيركل، او ان انا بعمله سيركل inscribed above circle خارج السيركل. بمعنى ايه؟ انا لو رسمت سيركل بالشكل ده كده وعملت الريديوس بتاعها مثلا 20، تمام، وجيت قلت له ارسم لي بولجن BOL من السنتر بتاع الاول، احدد 6 يبقى 6، هاجي ادوس بيمين ماوس كده واختار سنتر الدايره اهو اهو، تمام، واقول له داخل الدايره inscribed in circle، واقف عند ايه الكوادرنت بتاع الدايره هنا اهي، يبقى ده داخل الدايره نفسها. طيب لو انا رسمت سيركل تانيه قلت له برده 20، وجيت قلت له بوليجون، انا بس بوضح لكم الفرق ما بينهم، ان انا برسمه داخل دايره او خارج دايره، انا بحدد السنتر ليه، وبرده اقول له 6 واجي اقول له من الدايره دي، برده هقول له اختار سنتر، برده هختار سنتر اهو، تمام، واخليها خارج الدايره، هي تاني واحده هنا اهي. ولو جيت برده اخترت الكوادرنت
بتاع الدايره هيكون بقى هنا رسمها لي هنا في الخارج، لكن هنا رسمها لي في الداخل، يبقى ده بوليجون سيركل. يبقى احنا النهارده اتعلمنا ازاي ان احنا نرسم ريكتانجل، طرق رسم الريكتانجل وطرق رسم البوليجون. كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.